تجار حطب الطلح يصنعون نكهة عيد الأضحى المبارك قبل حلوله بولاية عين صالح بعملية بيعه بطرق تقليدية في أماكن محدودة بالمنطقة تعارف الناس عليها منذ السبعينيات من القرن الماضي. يجوا من منطقة منية ظلي يجوا لعين صالح العام للعام الشتاء والله في الأيامات العيد يجوا هنا، هذه هي المعيشة نتاعهم من السبعينات. كانوا باتهم يجوا هنا كيما تولبات ولاكسيني يقعدوا الاولاد ما عندهم شيء، لا كمام خدامين في الشركه ما عندهم والو، يديروا المونه نتاع العام من دوك الى العام الجاي. يجيبوا في الصخره نتاع لو زيدوا صخره ثانيه صح تغمنيت زلي لو انت نسوست القدر في المجر نجد اصطاف الكماء اللي سافر دي. الإقبال على شراء هذا النوع من الحطب يتزايد من سنة إلى أخرى منذ أن كان سعر الكيلوغرام دينارا واحدا إلى 100 دينار اليوم. 75 يتباع 10 دروس 5000 القنطار، ودروك راه يتباع ب 10000 الكيلو. الحطب كانوا يستعملوه الناس هذاك باش يطيبوا، واليوم يستعملوه كعادات للعيد، يطيبوا به اللحم نتاع العيد في الوقت اللي رانا فيه. الجفاف ما بقى مخلي لهم بعير، ما بقى مخلي لهم شاه، ما بقى مخلي لهم حتى شيء. من العام للعام يقلعوا هذا الحطب اليابس هذا يجيبوه هنا يبيعوه ويدوا به المونه باش ياكلوا ولادهم. حطب الطلح إذن يستغل لشواء لحم الأضحية في اليوم الثاني من العيد بعيدا عن الأفران، وهي عادة لا تزال متوارثة بولاية عين صالح بين الأجيال.